السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن جبر الخواطر. جبر الخواطر من أعظم وأجل العبادات في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. أول شيء هنتكلم عن تكشف عنه كربة. الحياة بطبعة متقلبة، الحياة يسر وعسر، الحياة لا تمشي على وتيرة واحدة. النهاردة الحياة يسر، بكرة عسر، بكرة عسر، النهاردة يسر. الحياة متقلبة، لما تلاقي صاحبك جارك قريبك أي إنسان عنده كربة من كرب الدنيا، حاول ان انت تفرج عنه، حاول ان انت توسيه، حاول ان انت تقف جنبه، حاول ان انت تخليه يمر من المحنة دي بأقل الخسائر. ده أول شيء. تاني شيء تقضي عنه دينا. أول شيء تكشف عنه كربة وتكلمنا عنه. تاني شيء تقضي عنه دينا. المفروض تروح لبتاع السوبر ماركت تقول له هالدفتر المديونات بتاعت الناس، هيجيب لك الدفتر بتاع المديونات. طبعا هيكون قدامك الدفتر، تروح واخده وماشي. الله بضحك معاكم. بعد ما يجيب لك الدفتر تشوف تصدق بأي شيء، تصدق باللي تقدر عليه. احنا مش بنكلفك ان انت تطلع كل فلوسك، مش بنكلفك ان انت تدفع كل اللي في الدفتر، لا، تصدق ولو بأقل شيء. ان الله يربي الصدقات، الصدقة تقع في يد الله قبل يد العبد. تصدق بأقل شيء، ادفع اللي تقدر عليه، وإن لم تستطع بفلوسك فبجلوسك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. أنت لو معكش فلوس خالص تتصدق، كلمة طيبة، ابتسامة، مش عايزين منك أكتر من كده. ثالث شيء هنتكلم فيه، تطرد عنه جوعا. ما ينفعش النهاردة أنا كل يوم بأكل كباب وكفتة، وكل يوم داخل بفاكهة، وكل يوم مش عارف داخل بيه، وجاري ما حلتوش حدا خالص. أنا بأكل ما لذ وطاب، وجاري فقير. انا باكل النهارده من كنتاك، ومش عارف باكل كباب وكفته، وباكل كل يوم فاكهه، وجاري معدوم. اطفال الجيران بتبص عليا كل يوم وانا داخل لاطفالي. ما ينفعش، لازم ابص على جاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث الجار. يا جماعه، الجار حق الجار فين؟ ما ينفعش ان انا كل يوم اكل من ده واكل من ده واكل حاجات معينه وجيراني بيبص علي، لا، لازم ابص عليهم. جبر الخواطر يا جماعة من أعظم العبادات في الإسلام. جبر الخواطر ده حاجة عظيمة جدا. ما ينفعش النهاردة لابس أنا ومتشيك وبص اتنمر على واحد تاني لابس أقل مني. ما ينفعش النهاردة أنا راكب عربية ماركة أو مش عارف راكب عربية إيه، وبص لواحد تاني ماشي على رجليه، وأجي ماشي قدامه فين أروح واقف قدامه خلاص أخبطه بالعربية. ما ينفعش إن أنا أتنمر على بياح في الشارع. ما ينفعش إن أنا أتنمر على واحد عشان شكله. ما ينفعش أتنمر على واحد عشان لبسه. ما ينفعش أتنمر على واحد عشان مظهره. ما ينفعش أتنمر على واحد عشان تعليمي أفضل منه. ما ينفعش أتنمر لحد عشان أنا مشهور وهو لا. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه في طبقة معينة، ما ينفعش ان احنا ندوس على بعض. احنا ربنا خلقنا طبقات عشان نكمل بعض، مش عشان ندوس على بعض. ربنا سبحانه وتعالى اللي اداك النعمة دي واداك العظمة دي في ثانية واحدة قادر ينتزعها منك، قادر ربنا سبحانه وتعالى يبدل، ياخد منك النعمة ويديها لغيرك. كم واحد كان صحيح وكان معاه صحة ولبس وبدل ومش عارف سيارات وماركات، في الثانية جاله ملك الموت خده قبض روحه خلاص مات. في ثانية واحدة ابتلاء ربنا بمرض خلاص، نام على الفراش خلاص. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيديك النعمة، بيشوفك النعمة اللي هو ادها لك هتستعملها في طاعة الله ولا في معصية الله. النعمة اللي هو ادها لك من مال، من جمال، من رزق، من أبناء، ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك نعم كتير، بيشوفك النعم دي هتعمل بها ايه. النعمة دي انت استخدمتها في طاعة ولا في معصية؟ النعمة دي انت سخرتها لعبادة الله ولا في معصية الله؟ ايدي دي اللي بسرق بيها ربنا سبحانه وتعالى اداها لي عشان استعملها في الطاعه. ناس كتير بتستعملها في الطاعه. رجلي دي ربنا اداها لي عشان امشي فيها للطاعه، للمساجد، للخير، مش عشان ان انا امشي بها للحرام. عيني دي ربنا مديها لي عشان استخدمها في الطاعه، عشان افتح مصحف، عشان ابص لكل شيء يرضي ربنا، مش عشان استخدمها في اللي رايحه واللي جايه ابص لها. ربنا سبحانه وتعالى اداني نعمه الكلام ده، اللسان اللي انا بتكلم بيه وبنطق بيه، الله سبحانه وتعالى اداهولي بيشوفني انا هعمل بيه. في ناس كتير
الاخر بتستخدم اللسان دي بتشتم وتسب وتدعو الفاظ ما انزل الله بها من سلطان، وفي ناس تانية كتير بتدعو بها الى الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادالك النعمه بيشوفك انت تعمل بها ايه. يا جماعه عايزين نفوق، عايزين نفوق، عايزين نفوق. ممكن النهارده احمد معاكم وبيتكلم، ممكن تسال بكره احمد فين ويقول لك مات خلاص، ملك الموت ياتي بغته. عايزين نفوق يا جماعه، عايزين نذكر بعض بربنا. والله انا مش شيخ ولا داعيه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. يا جماعه عايزين نفوق قبل فات الاوان. يلا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر على نشر المزيد ان شاء الله. اشترك الآن ليصلك كل جديد لتعرف كنوز الإسلام وتأخذ جبال الحسنات.